وأما بالنسبة إلى رقص الصوفية فلعل الآية التي استدل بها بعض العلماء وهي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا قال هو الرقص، كما ذكر القرطبي في تفسيره قال أبو الوفاء بن عقيل قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، والرقص أشد المرح والبطر. ولا يستدل الصوفية من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل ورأى حجل زيد، ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك فحجل علي. هذا الحديث من حيث الأصل عند البخاري، لكن كلمة حجل وهو الحجل ليست موجودة عند البخاري، وإنما هي موجودة في مسند الإمام أحمد لكنها ضعيفة لوجود هانئ بن هانئ في سندها وهو لا يعرف، كما قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى لما روى هذا الحديث، وأخرجه ابن عساكر وفيه الواقدي متروك الحديث، ورواه ابن سعد لكنه مرسل، فالحديث لا يصح بكلمة حجل. ثم على افتراض صحته تنزلا فإنه ليس فيه دليل على الرقص الذي تزعمه الصوفية، ولذلك قال البيهقي رحمه الله قال وفي هذا إن صح دلالة على جواز الحجل وهو أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح، وليس هذا مثل الرقص ولا يكون رقصا، ولذلك لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مشوا على الأرض مشوا هونا، مشوا على هون وسكينة ويبتعدون عن اللغو وقلوبهم ملأ بالإيمان وبذكر الله عز وجل، فمن سبر حال القوم عرف حالهم رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الإقبال على طاعة الله عز وجل دون هذه الأفعال التي تفعلها الصوفية.